السلام عليكم شباب، معاكم أخوكم أحمد النشيط The Dark Lord من Devil's Game و Devil's Community، وهذا الأسبوع رقم 11 لنا للتوب 10 Gameplays of the Week. أتمنى أن هذا الأسبوع ينال عرضاكم مثل ما نال الأسبوع اللي طاف، الأسبوع رقم 10 على رضاكم. الأسبوع اللي طاف حصلنا على 95 لايك لحد الحين، يعني 95 شخص ضغط مرتين على زر لايك، وهذا شيء ما وصلنا لي من قبل، وأنا حاب أشكر كل شخص ضغط مرتين على زر لايك. أتمنى هاي الأسبوع ينال على 100 لايك، إذا تقدرون اضغطوا مرتين على زر لايك وما يصير خاطركم لا طيب. وبسم الله نبدأ هاي الأسبوع في المركز العاشر، عندنا أخونا سيبير ويلعب في ماب كراكت. قال ليش ما أفلت توماهاكو بس وأشوف حظي، وحظه يعني ما شاء الله عليه حظه حلو، لان ده هاي اغرب توماهاك شفتها لحد الحين في كول اوف ديوتي بلاك اوبس. يعني لو مين ما يجيبها، لو رونالدينو يلعب بالتوماهاك ما يجيب هاي الفلتر. فلت التوماهاك افترت في الهواء، ضربت السقف الاول وردت ارتفعت، سوت مليون لفه، وبعد يعني هاي تحب تفتر، بعد بتضرب السقف ووصلت تفتر، واخيرا هالتوماهاك قررت ان تهبط بسلام. بس قالت ليش ما افتر مرة ثانية واضرب هاي وواصل افتر. اللي شاف فيلم انسبشن بيشوف هاللقطة في نهاية الفيلم، احلى فيلم شفته هاي السنة. في المركز التاسع عندنا، خلونا من عندنا في المركز التاسع، توتال دراجون قاعد يتكلم، يتصل يطلب لا اوردر، جوعان، قال ليش ما اكمل الدور بمالتي كيل، قتل 5 وكمل تيم ديث ماتش بوان نيبل سترايك. هي عليك يا توتال دراجون. في المركز الثامن عندنا اخونا قائد 919 يسوي لفه واحده، لفتين، ثلاث لفات، 180 ويفلت التوماهاك. يقول خلنا اصيد واحد، ما يصيد السنايبر لكن يصيد اكروس ذا ماب توماهاك. خلونا نشوفها في الإعادة بالثياتر مود، تشوفها ارتفعت وصادتها في أول الماب، ما شاء الله عليك. في المركز السابع عندنا إكس حماني 77X يصور بكاميرا الفيديو وفلت قنبلته وقتل 4 مكمبرين فوق. أنا ما طيّل كمبرون فوق، يستاهلون اللي صادهم، طبخها وفلتها عليهم وقتل 4. وفي المركز السادس عندنا قاسم 911 يلعب في ماب كراك ويصيد الاول هيت ماركر، يصيد ثلاثتهم لكن يعوضها تريبل شوت 3 كيل 1 بولت. في المركز الخامس عندنا امسترونجست يدخل المبنى، يشوف له ثلاثه، يقول ليش ما اشيلهم، الاول نوسكوب والثاني نوسكوب والثالث نوسكوب، كانه ما سوى اي شيء، كانه عنده ام بي 5 ما عنده سنايبر. في المركز الرابع عندنا اخونا كرولز اونلاين يلعب في ماب سمت، يفلت القنبلة في سيرش اند دستروي ويقتل الاثنين، فيرست بلاد ديفل كيل، يلعب على الاكس بوكس وعنده ام بي 5K اكستندد ماب. انا احب الاكستندد ماج لان الاكستندد ماج خليك تسوي هالحركات، تشيل اثنين في نفس المجازين، تشيل الثالث اي عليك. في المركز الثالث عندنا لهاي الاسبوع اخونا يزيد يلعب في ماب نيوك تاون سيرش اند دستروي، يشوف ثلاثة قدامه ويشيلهم، طبعا مالتي كيل 1 بولت 3 ديد، يعني لا عنقفدهم، اسمعوا صوت اللي وياه قاعدين يصارخون، الرياكشن مالهم اي عليك يزيد وش سويت يزيد فيهم. واللي ضد الانجليز اسمعوهم، واحد منهم يقول لا هاي يومك يا يزيد محظوظ. انا ما اعتقد ان يزيد محظوظ، اعتقد يزيد لا. في المركز الثاني عندنا اخونا كويت تايجر في احلى ايس شفته في كول اوف ديوتي، يلعب في فاينج ريج، يشيل الاثنين بالفراغ ويشيل الثالث بالام بي 5K. الام بي 5K يصلح حق سيرشن دستروي او حق اي لعبه، تشوف واحد مكمبر هني يطلق عليه هيب فاير ويقتل الرابع، يشوف الخامس فوق وينيفه في ظهره، يقول ليش ما احصل ايس، وينه وينه وينه، اوه هاي هني خلني اغير واعطيه نايف ايس بسرعه، ايس على السريع، اي عليك كويت تايجر. في المركز الاول اخيرا لهاي الاسبوع عندنا اخونا للتيك توك وعنده اثنين توماهاك، يفت واحده منهم والصيد فيرست بلاد،
طبعا اذا عندك وارلورد برو مطورنها راح تحصل على 2 توماهوك. وانا اعتقد ان هاي شيء حلو ان تبدا الجيم وانت عندك 2 توماهوك او عندك من كل اكويبمنت اكثر من شيء. وشيل الاثنين بالاي سي بي. الاي سي بي هو سكندري جان، يشوف لان واحد منهم عند الماء عند البوم بس ياخذ منه المسدس الام بي 5 كي، وعنده هاكر برو، والهاكر برو يخليك تغير الكليمر او تخليه حقك. يشوف واحد يقول ليش ما افلت عليه سي 4 وافتر واركض عنه وفجره حق الكل كام. طبعا بيقولون ان هاي الكليب عادي ما يستاهل المركز الاول، ليش ما خليت الهيد شوت او خليت الثلاثه اللي قتلهم المالتي كيل الاول، لانه يسوي هاي الحركه ويقتل مره ثانيه توماهوك من بدايه الدور. يعني ما شاء الله عليك يا تيك توك، تستاهل المركز الاول مرتين في راوندين ورا بعض توماهوك، اهي عليك. طبعا كملنا الاسبوع ال 11 لان اتمنى ان هاي الاسبوع نعرضكم. انا مواصل صار لي يوم كامل منايم، واحد من الصبيان سيارته بنشرت وانا اضطريت اوصل الصبيان الباقين، فتأخرت عشان اسوي اللقطات وظليت سهران من امس لليوم الحين لحد الحين الساعة 9:30. كنت انزل اللقطات واشتغل عليهم وارتبهم. اتمنى ان هاي الاسبوع نال عرضاكم. اضغطوا مرتين على زر لايك وانتظروا مفاجأتنا في قناة ديفلز كوميونيتي. راح يكون برنامج جديد اسمه ديفلز جيم ان ويك، راح احطه ان شاء الله، راح ارفعه اليوم اذا قدرت. اول شيء راح ارفع هاي التوب 10 وارفع ذاك الفيديو الثاني. اخواني اللي طلع ويانا في التوب 10 يكتب لنا تحت في الكومنت سكشن اسم قناته علشان نحطه في الفيديو عشان الناس يقدرون يشوفون قناته. واللي حاب يطلع في الاسبوع الجاي يرسل لقطاته على الايميل اللي حطيناه devilstop@gmail.com او على القناتين. واللي يبينا نقول اسم قناته في الفيديو الجاي او نحط لينك علشان قناته يدخلون عليها والناس يسوون له سبسكرايب يجاوب على هاي السؤال. من عندكم افضل، شخصية لارا كروفت من توم رايدر او شخصية نيثن دريك من انشارتد؟ اي شخصية تحسها الافضل تذكروا لنا الشخصية والسبب اللي خليكم تختارونها. الفائز راح نحط قناته في الفيديو الجاي على شكل لينك يقدرون يضغطون عليه، وان شاء الله راح تكون هاي المسابقة اسبوعية. لا تنسون تسوون سبسكرايب حق ديفلز جيم وديفلز كوميونيتي. كان وياكم اخوكم احمد النشيط، ذا دارك لورد من ديفلز جيم وديفلز كوميونيتي، ومع السلامة شباب.